معانا صباحكم في صباح اون تايم، ووصلنا معاكم لفقرة اون فاير نيوز. البداية من أخبار نادي الزمالك والحديث على المستوى الجيد اللي ظهر به واحد من نجوم نادي الزمالك هذا الموسم والعائد من الإعارة عمر السعيد بعد أن قدم موسم هام جدا في الموسم الماضي رفقة فريق الجونة. حكر تيرون حرص أنه يتكلم مع عمر السعيد خلال الساعات القليلة الماضية، اتكلم معاه أكيد عن سعادته الكبيرة بتألقه والأداء الملفت لكل المحللين واللاعبين وطبعا كل من شاهد مباريات الزمالك هذا الموسم سواء في مباراة MP الأخيرة أو في مباراة طلاع الجيش. الحقيقة حالة من القتال بيعيشها عمر السعيد، شغال بشكل كبير جدا على نفسه، بدأ تدريبات كمان خارجية مع أحد المدربين الخاصين. بيبقى شيء جيد إن احنا نشوف أي لاعب شغال على نفسه بشكل جيد وكمان راضي إن هو يكون على مقاعد البدلاء أو حتى إن هو يبدأ أساسيا. الحقيقة ما خيبش ظن كارتيرون في كلتا المباراتين، مباراة MP لما طلب كارتيرون إن هو ينزل عشان يخفف حالة الضغط اللي موجودة على نادي الزمالك وقت أن كانت النتيجة 1-0 وMP بدأ يدخل في الجيم، ولكن نزول عمر السعيد والهدف اللي أحرزه كمان كان ليه شأن كبير جدا. أيضا في مباراة طلع الجيش الهدف كان في توقيت هام جدا وأيضا كانت النتيجة 1-0 وأعتقد كان هدف هام جدا لأن أيضا طلع الجيش كان بدأ الكابتن عبد الحميد بسيوني يدخل في الجيم وعندهم حارس قوي وكبير جدا وهو محمد بسام. كارتيرونيا فرح في الفترة دي مركز مع عمر السعيد، بيطالب منه الاجتهاد، بيطالب بالتركيز خصوصا المباراة المقبلة لنادي الزمالك مباراة القمة. أعتقد اللي كان بيفتقده عمر السعيد يغانم مش إمكانيات ومش أي حاجة غير فكرة الانسجام ما بينه وما بين فريق الزمالك، لأن عمر السعيد لما خرج في إعارة للجونة أثبت للجميع أنه عنده الإمكانيات وأن عنده كل شيء وعنده الخبرات وعنده البنيان الجسماني وزي ما بتقول كده، ولعيب صغير في السن وارتقاء وهو أصلا طويل فهو هادر جدا في كل المباريات. كل الحاجات دي كان يجب أن يتم الاستفادة بيها، ولكن كان بينقصوا فكرة الانسجام مع نادي الزمالك، ان هو ياخد مباريات اكتر، ان هو يلعب اكتر، ان هو يثبت نفسه اكتر، ولكن كل ده ما كانش متاح في التوقيت ده، فعشان كده عمر السعيد ما خدش الوقت الكافي انه يكون متواجد مع فريق الزمالك وخرج للإعارة. بصراحة رجع بشكل قوي جدا وقدر ان هو يثبت نفسه، واعتقد من اللعيبة اللي هيكون ليهم شأن كبير جدا الموسم ده مع فريق الزمالك. بالتأكيد طبعا حالة فنية بيعيشها عمر السعيد، بنتمنى له اكيد كل التوفيق لان اي لاعب بيتالق بشكل كبير جدا في النهايه بيكون تفوقه ده موجود لمنتخبنا الوطني المصري، وبدل ما يكون عندنا مهاجم واثنين وثلاثه لا عايزين نزود القاعده كمان اللي بيختار منها المدير الفني لمنتخبنا الوطني المصري. حلو ان يكون في فرايتيز، حلو ان يكون في حتى شكل مختلف للمهاجمين، حلو ان انت يكون عندك مهاجم دريبلر بيلعب برجليه كويس ويقدر يروح على المرمى زي محمد شريف، حلو ان انت تلاقي مهاجم زي عمر السعيد بيقدر يتفوق في ضربات الراس، لان كل الحلول دي اكيد ان شاء الله محتاجينها في مباريات ومرحله مهمه جدا لمنتخبنا الوطني المصري. ان شاء الله كل التوفيق لجميع اللاعبين في الدوري العام الممتاز. طيب ننتقل مع حضراتكم بقى لازمه شيكابالا، ازمه شيكابالا اللي يمكن كل ما بنقول ان هي بتفرج او خلاص بتنور ترجع تاني تشعر بنوع من انواع الحاله من عدم الاستقرار او لسه ما فيش حاجه بنوصل لها في النهايه. أكد الدكتور كمال شعيب محامي شيكابالا في تصريحات خاصة إن الزمالك حرص على تقديم التماس لاتحاد الكرة عشان يرفعوا الإيقاف خلاص عن شيكابالا في الفترة اللي جاية، خاصة إنه مركز التسوية والتحكيم بالفعل بره اللاعب من الاتهامات اللي كانت وجهت لي وتم على أساسها إيقافه 8 مباريات. كمان أوضح كمال شعيب إن الزمالك لم يكتفي بالالتماس اللي قدمه لاتحاد الكرة، بل أن مسؤولي الزمالك تواصلوا كمان مع رابطة الأندية من أجل التدخل لحل أزمة اللاعب، وكمان شدد المحامي إنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على التصعيد الأزمة إلى المحكمة الرياضية. الحقيقة إنه خلاص أعتقد إنه الأزمة خلاص المفروض تكون خلصت، يعني ليه تم التصعيد وليه فكرة أزمة بلا لازمة؟ يعني ليه فكرة إنه لسه ما بيتمش اتخاذ قرار حاسم بخصوص هذا الأمر؟ خلاص اللاعب كان تم توقيع عقوبة عليه، خلاص الموضوع انتهى من اللجنة وتم اتخاذ قرار إنه اللاعب يلعب عادي وإنه يكون بيشارك في المباريات. لسه حتى دي اللحظة اتحاد الكورة ما أعلنش رسمي إنه شيكابالا يكون منتظم في المباريات، ولكن أعتقد إنه كل ما القرار بيتأجل كل ما الأزمة بتتفاقم أكتر وكل ما بيكون في احتقان بدون أي داعي وبدون أي لازمة. أعتقد يا غانم إنه خلاص المفروض نحن نبتدي نشوف شيكابالا بيشارك في المباريات، وانه حاله التعطيل دي ملهاش داعي او ملهاش سبب. يعني هو في الاخر قرارات ملزمه ونادي الزمالك دلوقتي مش في حمل اي يعني مخالفات تماما، فلو في ايقاف على اللاعب، ولكن اعتقد اللاعبين وشيكابالا نفسه
وجوده مهم للفريق. أكيد. يعني اصبح وجوده كمان كدافع للاعبين. وشيكابالا دايما بنشوفه في حاله ايقاف مش ايقاف بيتواجد في المباريات، بيحضر المباريات، قاده واحد من قاده الفريق، وان كان هو القائد الاول طبعا لنادي الزمالك. فاعتقد وجوده في الفتره الحاليه هام سواء داخل الملعب او خارج الملعب. اكيد جماهير الزمالك بتامل مشاهده شيكابالا داخل ارضيه الملعب خصوصا مع ازمه القيد، بس شيكابالا عنده ادوار ثانيه اكيد هامه جدا بيأديها مع اللاعبين، والدور طبعا القائد ان هو دايما بيبث الثقه في اللاعبين وقصه الحماس. واعتقد شيكابالا دوره هام جدا مع لاعبي نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك. لسه مكملين اخبار نادي الزمالك والحديث عن واحد من نجوم نادي الزمالك ايضا اللي كانوا معارين في الموسم الماضي وبيتفوقوا وبيتألقوا بشكل كبير جدا مع سموحه، مصطفى فتحي. الحقيقه ايضا مصطفى فتحي زي ما اتكلمنا على عمر السعيد وحاله التألق اللي بيعيشها عمر السعيد في كلتا المباراتين، ايضا مصطفى فتحي لما يعني كارتيرون جدد الثقه فيه ومنحه الفرصه في مباراه انبي ايضا خفف ضغط كبير جدا، امتلك زمام الامور في منطقه وسط الملعب وشكل خطوره على مرمى انبي سواء بتصويبه او بتواجده في منطقه الجزاء في اكثر من مره. ولكن في المباراه الثانيه نظرا لحاله الاصابه اللي بيعاني منها اوباما وبناء على تصريحات طبيب نادي الزمالك الدكتور محمد اسامه ان هم فضلوا راحت اوباما في هذه المباراه، فوجئنا بمصطفى فتحي بيلعب دور مختلف، بيتواجد في مركز 10، عنده بعض الادوار الهجوميه، كان بيحاول يميل شويه ناحيه الجبهه اللي متواجد فيها زيزو. خرج الجميع وتكلموا على قصه تواجد مصطفى فتحي في هذا المكان، شفنا ايضا في الاستوديوهات التحليليه لان دايما اللاعب المهاري خصوصا في الفرق اللي بتعمل تكتلات دفاعيه اللي بتواجه نادي الزمالك بيبقى صعب عليه، يعني ممكن يعدي من لاعب واثنين بس مش يعدي من ثلاثه واربعه، فدايما دوره بيبقى فرح مختلف. ولكن الشيء الجيد ان مصطفى فتحي اكد لكل زملائه في نادي الزمالك ان هو ما عندوش اي مشكله تماما سواء بالتواجد في مقاعد البدلاء او في المركز اللي موجود اللي بيحبه في ناحيه الجبهه اليمنى او في الجهه اليسرى، المهم عنده هو المشاركه، وده شيء هام دلوقتي. الغيره اللي موجوده عند لاعبي نادي الزمالك غيره على الفريق، غيره على حصد الثلاث نقاط، واعتقد الروح دي كمان كانت ظاهره جدا في اللقاء اللي اجراه مصطفى فتحي. كان في اول مباراه كان واقف جنب زيزو مع زميله طبعا احمد حازم، وكانوا الاثنين بيتكلموا ان المهم هو اوضه اللبس والروح اللي موجوده داخل نادي الزمالك. بالظبط، وده بياكد لنا نفس الكلام، فكره ان يكون ثلاث لعيبه بيلعبوا على نفس المركز. ولقطه المباراه اللي فاتت كمان يا غانم لما شفنا في لقطه متاخده انه احمد السيد زيزو جنبه مصطفى فتحي وكمان اشرف بن شرقي بعد خروجهم، وطبعا في التبديلات على البدلاء او تم تبديلهم يعني في التوقيت ده، كان محمد قناج ما هو اللي بيلعب، والثلاثه على نفس المركز بيلعبوا على نفس المركز، احمد سيد زيزو ومصطفى فتحي وكمان أوناجم. ولكن أوناجم أضاع فرصة في التوقيت ده، شفنا أحمد سيد زيزو بيشجعه وبيحييه، وهي دي الروح اللي بيأكد عليها كمان غانم. ومن حق أي لاعب إن هو يكون بيطالب إنه يلعب أساسي، من حق أي لاعب إن هو يكون عايز يكون بيشارك حتى كبديل، ولكن يكون حاجز مكانه دايما أساسي مع فريق الزمالك. وأعتقد إن مصطفى فتحي كان من اللعيبة كمان اللي قدرت إن هي تحجز مكانها أساسي مع سموحة، يتألق ومش بيلعب في مركز واحد بس، يعني هو تألق كمان مع سموحة يا غانم، خلى الناس تشوف مصطفى فتحي كمان بيلعب في مركز 10. ورغم ان انا عارفه ان انت مش مقتنع قوي من الجزئيه دي، لان كنت اتكلم مع كابتن طارق يحيى امبارح فكره انه احمد السيد زيزو ومصطفى فتحي شايف ان الاثنين بيتالقوا في طبعا الجناح الايمن، ولكن قدر مصطفى فتحي ان هو برضه يتالق في مركز 10 وان هو يهدف من خلال المركز ده، فاعتقد انه برضه رؤيه كارتيرون هي اللي هتكون صحيحه في النهايه. بس اعتقد الظروف بتكون مختلفه فرح يعني من فريق لاخر، كامل الاحترام لفريق سموحه، بس دايما الفرقه اللي بتواجه سموحه بتكون فاتحه الملعب شويه، بتبقى هي كمان عايزه تكسب وعايزه تاخد الثلاث نقاط طبعا. واعتقد المشاهدين متفقين معانا، عكس نادي الزمالك دايما بيكون في حرص، لان اي هفه امام نادي الزمالك مش هتكون الخطوره بس من الجبهه اليمنى، لا من كل المراكز. فاعتقد بيبقى اي مدير فني بيواجه هذه الانديه، انديه القمه الاهلي والزمالك، دايما بيبقى عنده حرص دفاعي، وقلما لما نشوف مدير فني فاتح الملعب بلغه الكوره وعايز يهاجم. اكيد